نظم مركز شؤون المرأة في مدينة غزة ورشة عمل بعنوان التغير المناخي واستراتيجية التنمية المستدامة في قطاع غزة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بمجال البيئة بهدف نشر المعرفة والثقافة البيئية من أجل الحفاظ على البيئة. طبعا لما نتحدث عن ظاهرة التغير المناخي، هالكارثة البيئية اللي بتهدد جميع قطاعات الحياة، سواء كان قطاع المياه والأمن المائي أو قطاع الزراعة والأمن الغذائي أو البيئة بشكل عام أو الصحة، هذه تعتبر مشكلة بيئية تؤدي إلى اختلال كافة الأنظمة البيئية سواء كانت الحية أو الغير حية. فقضية التركيز على ظاهرة التغير المناخي شيء كتير مهم، لأنه لا يوجد ركن أو لا يوجد منأى من أو قطاع من قطاعات الحياة إلا يعاني من تأثيرات ظاهرة التغير المناخي، سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، سواء كان بشكل على المدى القريب أو على المدى البعيد. وقضية ربط ظاهرة التغير المناخي بقضية الجندر المرأة هي يعتبر شيء كتير مهم، لأنه المرأة هي نصف المجتمع، وبالتالي هي شريك رئيسي في تحقيق الاستدامة البيئية. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي الذي يستهدف النساء والفتيات المزارعات، بهدف تمكينهم بيئياً من خلال تعريفهن على مصطلحات بيئية جديدة كالاحتباس الحراري والغازات الدفيئة والاستدامة البيئية وأهم الممارسات الصديقة للبيئة. أنه يعني سابقاً كان يتم الحديث على القضايا البيئية من جانب الترف، أما حاليا التهديدات البيئية وخصوصا التغير المناخي هو تهديد وجودي على كثير من الكيانات، وعلى المستوى المحلي أعتقد أن الموضوع مرتبط بكثير من القضايا المهمة. يعني جزء كبير من تغير المناخ هو يؤثر على قطاع المياه وقطاع الزراعة، وهذه القطاعات هي مهمة جدا على مستوى المجتمع لتوفير الأمن الغذائي. يعاني قطاع غزة من مشاكل بيئية خطيرة، وذلك بسبب تلوث مصادر المياه التي تؤثر على احتياجات الناس، فتداخل مياه البحر ومياه الصرف الصحي مع مياه الخزان الجوفي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الملوحة، وتصبح المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي.